مرحبا. طقس شتوي بارد جدا عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط مع حراره منخفضه ورطوبه عاليه، بحر مائج وحراره 117 درجه. واليوم طقسنا رح يكون غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحراره مع تساقط للامطار، امطار متفرقه وثلوج على 900 متر، وبتنحسر الامطار تدريجيا بدءا من الظهر مع تكون جليد على الطرقات الجبليه اللي بتعلى عن ال 1000 متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى. نسبة تساقط الأمطار ببيروت من أيلول حتى اليوم 449 مليمتر، بينما السنة الماضية 540، والمعدل العام لآخر كانون الثاني 550 مليمتر. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل على الساحل 8 على المرتفعات، درجتين بالبقاع 3 تحت الصفر والأرز 7 تحت الصفر، وجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية 12 ببينو و11 بجباب، باب التباني 14 والأرز درجة، أرتبة 3 راس بعلبك 4 وفقرة درجة مع سقوط ثلوج، كفر فلوس 11 والخيام 9 البزورية 13. الرطوبة بتتراوح بين 65 و95%، حرارة سطح الماء 17 درجة، وسرعة الرياح بين 30 و50 كيلومتر بالساعة، رياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ ف 8-15 مع أمطار، الأحد 10-16 والتنين كمان 10-16 أقصاها. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية: بغداد 16، دمشق 12، والقدس 9، عمان 9، رياض 24، طرابلس 20، جزائر 10، الرباط 14، روما 16، وباريس 8. وهيدا كان كل شيء. باي.